الحقيقة إنه الفترة اللي احنا بنعيشها دي هي فترة استثنائية بكل المقاييس، فترة غير مسبوقة في تاريخنا الحديث. طبعا العالم كله بيعاني الآن من أزمة وباء كورونا، وبالتالي أصبح مطلوب من الجميع إنه يحصل نوع من التباعد الاجتماعي أو إن يكون في اتباع للإجراءات اللي تضعها الدول للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين. وإحنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين الفترة دي زي ما قلت لكم هي فترة أعياد، كنا في أسبوع الآلام طوال الفترة اللي فاتت، والنهاردة ليلة العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، والفترة اللي جاية كمان يعني على آخر الأسبوع هيجي شهر رمضان المبارك. وطبعا الفترة دي المفترض انه كان العادي فيها ان الناس بتتجمع للاحتفال بالعيد. النهاردة كانت مصر بتبقى كلها صلوات وبيبقى شعب الكنيسة موجود للاحتفال بليلة العيد، ولكن للأسف هي دي الأوضاع الآن. وحرصا على سلامة الجميع مش هيكون في تجمعات، ولكن ده ما يمنعش انه كل واحد فينا بيحتفل بالعيد في مكانه مع أهله مع أسرته مع اتباع الإجراءات. احنا موجودين دلوقتي داخل الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة للوقوف على الاستعدادات للأعياد في ظل هذا الظرف الطارئ والظرف الراهن. وعلشان برضو نعيد على حضراتكم وعلى كل المصريين مع الدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة. أول حاجة كل سنة وحياتك طيب، وأشكرك على استضافتنا النهاردة يا فندم. أهلا بيكي، وأنا أشكرك على مجيئك واهتمامك بأنك تعيدي علينا وتعيدي معنا. شكرا ليك، ده يسعدني ويشرفني وده عيدنا كلنا كمصريين. قولي ال 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 الأعياد طبعا مختلفة السنة دي وهنتكلم في ده، وإن شاء الله تكون فترة بس وتعدي بإذن الله أزمة وتعدي، لكن خلينا ندي السادة المشاهدين النهاردة وإحنا في ليلة العيد. أسبوع الآلام طبعا بدأ من الأسبوع اللي فات، إيه هو أسبوع الآلام؟ طبعا يعني أكيد كلنا عارفين، بس لو ممكن تدينا فكرة أكتر عن إيه الدروس اللي بنستفيدها من هذا الأسبوع حضرة القسيس؟ يعني باختصار أسبوع الآلام ده الأسبوع الأخير اللي حتى الإنجيل أعطاه جزء كبير جدا من الكتابة. تلت الأناجيل بيتكلم عن الأسبوع دوت. من كتر ما إنه مليء بالأحداث الهامة. بتبتدي بدخول المسيح إلى مدينة أورشليم ودخوله للهيكل وتطهير الهيكل من العبادة الشكلية وتجارة الدين اللي لجأوا إليها أو اللي اتبعوها قادة اليهود في ذلك الوقت. فده بنسميه أحد الزعف بسبب الزعف اللي احتفلت به الناس. وبيبتدي الأسبوع بهذا اليوم وبتتطور الأحداث لأن يجي يوم الخميس اللي هو اللي كان عيد الفصح عند اليهود، والمسيح بيجلس مع التلاميذ وبيكلمهم بصراحة أنه واحد منكم هيسلمني وهأصلب وهأقوم، وبيطيل الحديث في الأمر دوت. وبيبدأ أول مرة فكرة الإفخارستية اللي هي العشاء الرباني اللي هي المائدة المقدسة اللي دايما هي جزء أساسي من العبادة النهاردة في كنائسنا المسيحية، وبيؤسس ليها في ذلك الوقت، وبيقسم الخبز وبيقول هذا جسدي، وبيعطي الكأس وبيقول هذا هو دمي. ومن ذات اليوم احنا عندنا ده جزء أساسي من عبادتنا، التناول من جسد الرب ودم. وده كان يوم الخميس بنسميه خميس العهد، لأن المسيح قال إن الدم ده هو العهد الجديد، فالعهد القديم ده بيمضي وده عهد جديد مليء بالنعمة، نعمة المسيح. علشان كده اسمه خميس العهد. عشان كده اسمه خميس العهد. عشان قال ده العهد الجديد. فالعهد الجديد يبدأ بهذا اليوم اللي فيه المسيح، غير عيد الفصح وحوله إلى العيد الجديد اللي احنا بالنسبة لنا هو عيد القيامة. يوم الجمعة اللي تم فيه الصلب فعلا، هو اتقبض عليه الخميس وتحاكم الجمعة الخميس بالليل اللي هو الجمعة عندهم بداية اليوم، وبعدين علق على الصليب صباح الجمعة، وبعدين دفن في القبر قبل غروب الشمس يوم الجمعة. أنا أسفة، أنا هفهم هنا حتة من حضرتك. حتة بتقول إنه الجمعة بالليل هو بداية اليوم عند اليهود. مظبوط. هو اليوم عند اليهود بيبدأ إمتى؟ بيبتدي من الغروب للغروب. بيبقى الجمعة في المغرب. مش زي عندنا احنا عندنا من الشروق للشروق، احنا بنبتدي اليوم من الصبح لغاية، هو بالنسبة لهم اليوم بيبتدي من الغروب إلى الغروب. يعني الجمعة في المغرب ده كأنه بدأوا يوم السبت. بالظبط كده. أوكي طيب. وعشان كده لازم كان يدفن قبل السبت ما يبتدي، فدفنوه بسرعة ومات بسرعة، وده كان حاجة unexpected انه يموت بسرعة كده. الصليب عادة بيقعد ساعات طويلة لغاية لما الحد يموت. وبعدين دفن يوم الجمعة قبل ما يبتدي
غروب يوم الجمعة اللي هو بداية يوم السبت، وبعدين قام يوم الأحد. فيوم الأحد بالنسبة لنا اليوم الأول في الأسبوع، ده عيد القيامة. فالأسبوع من الأحد للأحد مليء بالأحداث وتفاصيلها كثيرة جدا. إيه الدروس اللي بنستفيدها من خلال أسبوع الألام؟ وإيه الدروس اللي حضرتك بتكون حريص إنه في الاجتماعات مع شعب الكنيسة إنه توصلها لهم من خلال هذا الأسبوع؟ الأسبوع ده بيورينا الألم، بمعنى شكل أسبوع الألام وفي نفس الوقت القيامة، الدارك سايد والبرايت سايد، الجانب المظلم والجانب المضيء. إزاي المسيح قبض عليه حسدا وحقدا وظلم وهو يعني يحاكم، وإزاي ألام الدرب ده، درب الصليب، وإزاي اليأس والخوف اللي ملأ قلوب التلاميذ، وإزاي في نفس الوقت القيامة بددت الخوف وحولت الألم إلى فرح، وحولت اليأس إلى رجاء، قلبت الصورة تماما. فالأسبوع ده فيه كل التناقضات ما بين الرياء والضلال والحق، ما بين الكبرياء، كبرياء الإنسان، وبين تواضع المسيح الغير عادي، هو بيخسر رجلين تلاميذه وهو بيسلم نفسه للصليب، وفي نفس الوقت مجد القيامة ونور القيامة. فهي مليانة بحاجات بالواقع اللي احنا عايشينه ده، اللي مليانة ضلمة ومليانة خوف ومليانة خيبة أمل ومليانة موت والناس بتموت، لكن في نفس الوقت في رجاء وفي قيامة وفي نور، ودي مش آخرتها. ربنا هيحول هذا الشر إلى خير لأنه هو إله صانع الخير. فإحنا عندنا رسائل كتيرة قوي في الأسبوع ده تتطابق مع الظروف اللي بتعيشها بلدنا والعالم كله الحقيقة. وإحنا نشكر ربنا إن ربنا محافظ على بلدنا، إحنا يعني أبعد ما يكون عن اللي بيحدث في أوروبا وفي أمريكا.